زين وبرايك الحل شنو؟ الحل؟ الحل انتفاضة الشعب كله وبوجه ذول الطغاة والكفرة. كفرة؟ اي والله كفرة. لا لا, لا عقف على كيفك. لا دين ولا اسلام عندهم. على كيفك شلون كفرة يعني؟ شلون كفرة؟ ما ينتمون للاسلام ذولي. يا معود نص اللي بالبرلمان معممين اذا كانوا سنة واذا كانوا شيعة. حاشا ما اقول بوجه اكو ناس معممين شرفاء نزهاء اعرفهم شخصيا يشتغلون بالبسكوت وبدون اعلام وبدون اي شيء. نعم. واي واحد بالبرلمان يقولون عنه هو هذا شريف خليجي قاسم خبزته اللي جاياه كلها هو وي هاي الفقراء والجوعانين. هذا راتبه جاي ياخذه مو حلال. انا ليش؟ موظف الزم واجبات وتعبان اقبض 1.5 مليون بالشهر 8 ساعات الزم واجب وهذا الجو الحار وهذا التعب محل الخبزتي، لكن هو ايش وقت محل الخبزتي؟ بمن محل الخبزتي؟ يجي بالجكساره وبالحمايات ويوصل للبرلمان ساعه ويرجع لو بالعقود والمبايعات اللي جاي يتفقون عليها.